خلوا ساطورة على إيدي، ضربوها بساطورة ثانية، فصلت إيدي عن جسدي. أنا كنت بصف سادس إعدادي لما داعش قطع إيدي، فقررت هذيك الفترة اللي من 2015 لحد تحرير نينوى من قبل القوات الأمنية أنه أروح وأكتب باليسار، لأن إيدي اليمين اللي كنت أكتب بيها قطعها داعش. فبديت حرف حرف كأنه أنا طالب ابتدائية، كأنه أنا من الصفر، فرحت أكتب على الجدران، رحت أكتب على الرمال، رحت أكتب على الكابوي، رحت أكتب بكل مكان، أكتب وشايل القلم وياي بقصد أنه أرجع الخط اللي راح بيدي اليمنى وأحاوله على إيدي اليسرى. فعلا كان هذا ما يعني الشيء اللي نويت عليه حاولت أحققه من خلال الدراسة. بعد أن ولى داعش أنا طلعت من السادس إعدادي، معدل كان 74. رحت للكلية وزملائي بالكلية كانوا هما بمثابة السند والداعم لي، وكانوا يعتبروني قدوة على الشيء اللي سويته. كملت الكلية بعد 4 سنوات، قررت أنه ما أقف عند هذا الحد، قررت أن أحارب العصابات المتطرفة، العصابات الغاشمة داعش، بالعلم وبالمعرفة. فرحت لاتجاه الماجستير وفعلا انقبلت بالماجستير وكملت السنة التحضيرية، والآن أني بسنة بحثية على وشك أن أسلم رسالتي. أنا رحت اتجاه آخر، وهو التوجه إلى منظمات المجتمع المدني أو عالم المجتمع المدني إذا صح التعبير، ورحت أسست فريق تطوعي وعملت مع مؤسسات عدة أو منظمات عدة بقصدية أنه لازم العالم يعيش بسلام، لازم العالم ينبذ التطرف، ينبذ الأفكار اللي تحث على العنف. أنا مشيت من هذا المبدأ، وكان تركيزي فريق التطوعي على عدة أمور، أهم هذه الأمور اللي ركز عليها فريق التطوعي هي دعم ذوي الاحتياجات وجعلهم قادة مجتمعيين، وكذلك رحت اتجاه آخر اللي هو دعم المرأة بصورة خاصة، وكذلك اتجهت لاتجاه الاختفاء القسري اللي صار أثناء داعش. أنا صح أني تعرضت لإصابة حولت اسم آزاد حسن ربما إلى معاق أو ذوي همم، لكن لا بأس، هذا المعاق أو هذا الشخص من أصحاب ذوي الهمم يستطيع أن ينشر السلام ويصنع المجد إن شاء الله.